ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، يا رب تكونوا استمتعتوا في فقرة أحمد حجازي. طبعا عارفين الفترة اللي فاتت ولسه ما زالت في فترة الوباء الكورونا المستجد، عشان الراجل موجود في البيت وكان في العزل المنزلي، في مشاكل كتير كترت بين الزوج والزوجة وده أثر على الطفل. معانا الدكتور طارق درويش، استشاري التربية وتعديل السلوك، اللي هنتكلم فيه عن تربية الطفل. أهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك، وانا سعيد جدا باني موجود مع هذه الوجوه الطيبه الجميله الشابه. الله يخليك استاذه يا ساره جمال، متالقه دايما. الله يخليك. خليني قبل ما ابدا مع حضرتك ونخش في مشكلات ان اتوجه بالشكر للقناه، هذه المنصه الرائعه، منصه الصحه والجمال، اللي دايما بتختار المواضيع وكمان بتختار مقدمي البرامج الجمال الرائعين اللي بيطلوا على الشاشه بالشكل الجميل ده. الله يخليك، شكرا جدا لحضرتك. طبعا عشان عارفين الفتره اللي فاتت كان في مشاكل كتير جدا عشان الزوج كان قاعد مع زوجته، ده اثر على الطفل بسبب الخناقات الكتير. طبعا ده كان مليان في السوشيال ميديا الفتره اللي فاتت. فدلوقتي الطفل اكتسب عصبيه وبقى عنيد، وفي طبعا اطفال انانيين. كل ده عايزين نعرف الطرق اللي احنا هنتعامل بيها مع الطفل. الحقيقه سؤال حضرتك رائع، وسؤال يعني بيوجع شويه، انه كنا بنتمنى في الفتره اللي فاتت ان وجود الاب في البيت يعيد لم الشمل، وانه الاولاد تستفيد وتسعد بوجود الاب بعد غيابات العمل المستمر في الفتره اللي فاتت، ولكن الموضوع اتى بشكل عكسي، وانه زادت المشكلات بسبب فتره او طول الفتره في البيت، وده اثر على الاولاد ببعض الضغوط النفسيه اللي تحتاج مننا الى محاولات مستمره قبل ما تبقى تحتاج الى علاج نفسي. ظهر لي الطفل العنيدي، الطفل العصبي، ظهر لي اطفال عندها تبول لا ارادي، عندها دونيه، تشعر بالدونيه، عندها عدم ثقه بالنفس، مشكلات كتير جدا جدا ظهرت في الفتره اللي فاتت. ازاي بقى نتعامل مع الاطفال دي؟ خليني اقول لحضرتك الاول انه انا يعني بارجو ان كل اللي بيستمعونا من خلال هذه المنصه الكريمه وبرنامج حضرتك الرائع اللي اسمه كمان جميل قوي، لقطات وزوايا، أيوة. ان احنا ناخد لقطه ونحطها في زاويه من زوايا البيت، صح. ونقول ولادنا ربنا مديهم لنا زينه، صح. المال والبنون زينه الحياه الدنيا، احنا بنسلمهم لربنا ايه؟ ارجو ان كل مربي بيسمعني النهارده من خلال برنامجك الجميل يراعي انه الاولاد مختلفين واولادي مش زي بعضي، يبقى انا مش لازم ابقى نمطي في التعامل معاهم، لازم يكون عندي قدره على التنوع في التعامل مع الانماط المختلفه في البيت. سالتيني حضرتك قبل اللقاء واحنا بره، تقولي لي يعني الاولاد كلهم مش قماشه واحده؟ لا، مش قماشه واحده يا ابله ساره. عندي طفل سمعي رخيم بسيط كده، ذكائه حد جدا، ذاكرته قويه جدا، ناقد جيد، ما بيعرفش يقول كلام حلو، صح. فتلاقي معظم الامهات بتلطش مع الطفل ده لانه ما بيعرفش يقول لها كلام حلو، عكس الطفل الحسي الرقيق البكاء دايما لازق في امه. طب هل دي ليه معامله خاصه وده ليه معامله خاصه؟ ولا الاثنين؟ طبعا طبعا مختلف، المدخل مختلف تماما كمان. كل واحد. طب ازاي بقى هتعامل معاهم؟ تمام، سؤال حضرتك رائع جدا. انا بقول انه الطفل الحسي ده بيحتاج لمزيد من الاحضان والتواصل الجسدي لانه مختلف شويه، عكس الطفل السمعي ممكن ما بيقبلش قوي، بيحتاج ولكن ما بيطلبش. الطفل البصري الثالث، الطفل الذكي المتحرك السريع كثير الاسئله اللي بيقاطع اللي ذاكرته حاده بس بينسى بسرعه، دي كلها انواع مختلفه، كل واحد ليهم طريقه مختلفه. اللي بيحتاج حنان وموده ومحبه واحضان لازم اعمل له اشباع. اللي بيحتاج لقاء الفكر والاقناع زي الطفل السمع ده لازم اكلمه بالمنطق بتاعه. اللي بيحتاج مننا يا استاذه ساره بعض الانشطه في التعامل، بيحتاج الوان، بيحتاج اكل شكله حلو، بيحتاج طريقه في اسيبه يتحرك في البيت كتير، لازم زي الطفل الحركي البصري. طيب خلي بال حضرتك هقول لك معلومه خطيره. كل طيب الاطفال. التليفون من مدام سوسن من اسكندريه. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. اهلا بيكي. سؤال حضرتك. حضرتك انا معايا طفل هو ما تديهاش شنطه ميه، فهو تصرفاته يعني ايه، دايما تحس ان هو وحيد كده، انطوائي، ان انا بتعامل. هو عنده ميه على المخ وما تديهاش، فهو عنده 11 سنه، فدلوقتي بدا ان هو ايه، هو في انفصال بين الاب والام يعني. فانا بتحاول ان اتعامل معاه، فهو يعني دايما وحيد، دايما حزين، ما بيحبش يتعامل مع الاطفال بره. فيعني كذا مره احاول ان انا باخد في حضني، بطبطب عليه بالكلام ده كله، بس دايما حاسس ان هو بطل ايه يعني غير الاطفال. في المدرسه طبعا، في المدرسه قالوا ممنوع ان هو يخش المدرسه معانا، عشان بيجيله حلويات صرع وشنوجات كده، فقالوا يعني انت احسن بيخليه في البيت وهديك الامتحانات. فدلوقتي هو بدا انه مركز لعب قوي، وحيد دايما على طول، مش عارفه اتصرف معاه ازاي. خلاص يعني ان شاء الله الدكتور طارق هيرد على حضرتك. ماشي.
حضرتك. شكرا لحضرتك، شكرا لحضرتك. بنشكرها على السؤال وبنتمنى لها يا رب التوفيق. عندها وجع، طفل عنده 11 سنة ويشعر بالعزلة، والمدرسة رفضته نتيجة الحالة الصحية بتاعته وكثرة التشنجات. صح. في البيت يشعر بأنه طبعا غير الأطفال، وبالتالي عنده ضغوط نفسية شديدة جدا يعني. أنا بقول لها ربنا. بسبب الانفصال؟ لا، هو عنده مية على المخ. أنا عايز أقول الأول أنه عنده شيء بدني يعني، مريض عنده حاجة صحية. أيوة. طبيب المخ والأعصاب بيتابع معاه عشان الموضوع الترشح دوت، وإن احنا نقلل المية اللي بتضغط على قدراته وإمكانياته. هو قدراته قليلة بسبب المرض اللي عنده. المفروض المجتمع يقبله، المفروض ان هو ينال حظه من التعليم ومن الرعاية، ونبعد عنه التنمر ان الأولاد اللي بتضايقه في المدرسة أو المدرسة لفظته. طيب دور الأم ودور البيئة إيه؟ أنا الحقيقة التشجيع الزائد، التشجيع الدائم، أوفر له بيئة يكون فيها بيحس بالاحترام ويحس فيها بأنه متواجد، أحميه بشكل ما حصلش الولد يحتاج للحماية. الأم لا تقبل عليه أي كلمة، والأم تكون قريبة منه جدا وتدافع عنه بشكل مستمر. طب لو حد قال نقده أو قال كلمة في حقه وحشة قدامه، لازم ترد عنه بسرعة. الدال دافع، حرف الدال لازم يطلع قدامها. الدال تدافع عنه وتتكلم عن، تفكر الولد بانه عنده قدرات وامكانيات، بيعرف ياكل وبيعرف يشرب وبيعرف يرسم وبيعرف يلون وبيعرف يلبس لوحده وبيعرف ينزل الشارع يشتري، يعني بيعرف. ان كان في بعض الامور قليله عنده شويه، فده في اولاد كتير جدا زيه. ولازم الام دايما تقول له ايه؟ تقول له انت يا حبيبي زيه زي البرد، شويه وهيخف. اللي انت فيه ده موضوع مش مستمر، ان شاء الله قريب جدا هتخف وبالعلاج هتخف وتبقى كويس. الدعم النفسي والتعزيز مهم جدا جدا عند الطفل ده. سأرجع تاني للسؤال اللي حضرتك كنت بتسأله لي، اللي هو السؤال المهم جدا، ازاي نتعامل مع الاولاد المختلفين او الاولاد بانماطهم المختلفه. طب ما ناخد مكالمه تانية. ناخد معانا ام فاروق من سوهاج. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك؟ ازاي كيف حالك؟ اتفضلي. الحمد لله. اتفضلي. ممكن اكلم الدكتور لو سمحت؟ معاكي الدكتور طارق. ازيك يا دكتور؟ مرحبا، الله يحفظك. لو سمحت يا دكتور، هو انا عندي ابني وحيد عنده 8 سنين، دايما يا دكتور بيرفض الاكل، دايما عصبي، دايما كده تحسه عايز يلعب مش بيهتم بالاكل. هل ده الاهتمام بتاعي ليه ان وحيد ازاي يمنعه من الاكل وكده؟ هل في اساليه، في تدليل؟ في تدليل شويه يعني، مش للدرجه بس عشان برضو ما يطلعش شقي اكتر، فببقى ماسكه شويه وحنيه شويه في نفس الوقت يعني. ما ممكن تكوني شاده اكتر. لا يعني والله ابدا، هو ابني وحيد وكده يعني يا فندم، بس ببقى عايزه ياكل، عايزه يهتم بنفسه، مش ببقى شاده عليه قوي يعني، ولا طيب. مش حنين عليه قوي. طيب احنا، انا هجاوب اختنا الفاضله من سوهاج، وتحياتي لاهل سوهاج كلهم اهل العلم واهل الدين. ولكن التدليل الشديد زي القسوه الشديده، الاثنين فيهم انحراف شديد جدا عن مفاهيم التربيه اللي المفروض نتكلم فيها. لا التدليل الشديد ينفع ولا القسوه الشديده بتنفع، ولكن الوسطيه. هي بتقول طفل وحيد وعنده 8 سنين. 8 سنين احنا عندنا العمر متقسم 7 و7 و7. السبعه اللي بنداعب فيهم وبنزرع فيهم كل شيء بالانشطه خلصوا. السبعه التانيين فيهم شيء من المرار شويه، اللي هو الانتقال من سن الطفوله الى سن الطفوله المتاخره، او الخروج الى الفتيه، انه بقى فتى يعني. افكاره بتتغير وبيحتاج للتقليد، محتاج مساحه. بس ده ان هو يمنع الاكل؟ لا، هي هو في حاجه هنا، موضوع الاكل ده الموضوع بالنسبه لي مش واضح شويه، ان هو يحب اللعب أصلاً؟ وهي بتمنعه عن اللعب فبيعاقبها بقله الاكل، ده موضوع ممكن. انما هو المفروض في السن ده ياكل كويس ويلعب كويس. القصة كلها قصة السيطرة على أفعاله وعلى تصرفاته، عشان طبعا هي بتقول وحيد فبيبقى الخوف زائد شوية، فمش عايزاه يخرج ويجرب خوفا من أنه يجرى له حاجة. فالخوف الزائد ده ممكن يكون الولد بيلحظه، عشان كده بيقوم بدور العند معها يعني. طيب معنا مكالمة تانية من محمد من كفر الشيخ. أهلا محمد. فندم. أيوة. ممكن أتواصل معك؟ أيوة دكتور، مع حضرتك. حضرتك على الهوا. ايوه يا فندم. اهلا بحضرتك، اتفضل. انا عايز اتكلم على، عندي ابن وحيد وكده. ايوه. وبعدين هو يعني متدلع وكده، ويعني ساعات يرفض الاكل برضه وكلام من ده، فمش عارف يعني امه تتعامل معاه ازاي وكده. طيب تنوع الاساليب مع من المربي للاولاد، يعني طبيعه شخصيته ونمطه،
بيسهل قوي. هقول اللي هو طفل بصري بيحب الالوان في الاكل، بيحب الاكل اللي شكله حلو، وارد. هل هم بيغصبوا عليه بشكل اكل معين فالولد دايما بيرفضه؟ وارد. هل هو كان ملبي الرغبات في حاجات تانيه وبالتالي الاكل اللي بيعملوه في البيت اللي من وجهه نظرهم انه صحي الولد مش قابله لانه بيحب الالوان الاكلات الخارجيه المزركشه والحاجات دي؟ ده هيخليني برضو انبه على حاجه مهمه جدا. ثلاث مكالمات طفل وحيد، الثلاث اتصالات اللي جم طفل وحيد، الدلال الزائد زيه زي القصف الزائده، بيخرج لي طفل غير مستقر وغير سوي. وطفل عنده عدوانيه وعنف على المجتمع. يعني الدلال الزائد قاتل. انما بالنسبه لموضوع المكالمتين فيهم ممتنع عن الاكل، نخلي بالنا انه في بعض الاكلات لو طفل كلها ما يعرفش ياكل في البيت، ممنوع منعا باتا على اي مربي بيسمعني دلوقتي. ثلاث حاجات: الشيبسي والبيبسي والاندومي، دي اكلات قاتله، ممنوع الاب والام يساعدوا الاولاد في ان هو تبقى من الاكلات او الوجبات الرئيسيه، بل بالعكس يمكن يمنعوها خالص، لان الحاجات دي بتعمل على ان الطفل يبقى نفسه مسدوده ودايما غير قادر. الاملاح الشديده فيها والملح الصيني والحاجات دي قاتله وبتبوظ المعده. نحاول نعمل وسطيه، لازم يبقى في غدا وفي سلطه سبع الوان على الاقل، لازم في اكل فيه تنوع، مره في الاسبوع اكل خارجي ماشي، ولكن نعود اولادنا على الاكل في البيت، لان الاكل في البيت هو افضل الماكولات الصحيه دلوقتي. الزيت مظبوط والسمنه مظبوطه والملح مظبوط، الخضار بتاع البيت. الاكل الخارجي ده انا ما بنصحش بيه. الدلال الزائد قاتل، وارجو انه كل واحد يراجع نفسه ويراجع الحلقات بتاعت حضرتك وبتاعتنا في فن التعامل مع الطفل المدلل. صح. لان الدلال دوت ده شيء مش مظبوط. تمام. طيب معانا اتصال تاني من ام محمد من القاهره. اهلا بحضرتك. السلام عليكم. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيكي، معاك الدكتور طارق. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا بحضرتك يا ام محمد، ربنا يحفظك. دكتور معايا محمد، ما معيش غيره وعندي سنتين ونص، ربنا عطى ليا بعد 12 سنه. وبعدين يعني هو شقي خالص، بيعمل عمايل وحشه ويقعد يضرب في ابوه، يعني بيضرب في ابوه بضحك يعني وهزار. فانا خايفه يتدلع اكتر، فخايفه عليه يعني مش عارفه اتعامل معاه ازاي. يعني ابوه لما يجي يضربه بزعق فيه، يقول له لا يا احمد بلاش تضربه كده، عشان يعني انا خايفه عليه كده يطلع متوتر، يطلع خواف او كده، مش عارفه اتعامل معاه ازاي يعني. يا شكرا يا حاجه ام محمد. قبل ساره، الحاجه ام محمد لفتت نظرنا لحاجه خطيره كنت بتكلم فيها مع حضرتك قبل الحلقه. صح. في انواع العقاب واساليب العقاب وازاي تختلف. ما عندناش حاجه اسمها ضرب خالص في علوم التربيه. صح. العقاب البدني اخر عقاب، عندي 28 وسيله للعقاب، نمره 30 الضرب. كون ان الاب يلجا للتعامل مع طفل هو مش قادر يفهم طبيعته وكينونته نتيجه نقص المعلومات عند الاب المربي او الام، فيتعامل يبدا بالعنف، هيطلع لي ولد قاسي جدا وولد عنده مشاكل نفسيه كبيره جدا، او يطلع عنده ولد منطوي وعنده خوف شديد جدا وما عندوش ثقه بالنفس. ما عندناش حاجه. الاب اللي بيضرب ده اب مجرم، الام اللي بتضرب دي ام مجرمه. مجرمه يعني بيجرم في حق اولاده، يعني ما يزعلوش مني. ما فيش حاجه اسمها عقاب بدني. والضرب لم يذكر في الاسلام الا ثلاث مرات، منهم مره عند التربيه اللي هي ايه، وعلموهم الصلاه لسبع واضربوهم عليها لعشر. فما عندناش حاجه اسمها ضرب. اما طفل سنتين ونص، عندنا 13 صفه موجوده في الاولاد، منهم كثره الحركه، كثرة الأسئلة، كثرة التناحر مع الأولاد اللي من سنه. إن الطفل بيتحرك كتير وبيسأل كتير وبيحاول يوسع لنفسه، ده في عندي عند محمود في السن ده. إن الطفل يبقى عند بيحاول يوسع لنفسه. طب إيه هي الوسيلة التانية غير الضرب عشان يخليه يعمل اللي هو عايزه، مثلا يخليه ياكل، يعمل حاجة كويسة؟ يبدأ يستخدم الحاجات اللي الطفل دلوقتي بيحبها، زي الأكلات اللي الطفل بيحبها، زي لغة الجسد body language، إن أنا أكشر في وشه شوية، أقعده على الكرسي شوية، أقعده في أوضته شوية. طب وإن هو يخصمه، أسحب منه أي امتيازات، لو بتسيب له الموبايل شوية أخد منه الموبايل، أعمل التأثير دوت فهو يرجع لاحتياجه للموضوع ده، إنه يسمع الكلام في الحتة دي وسنة سنة. إنما إيذاء بدني، لسع وتكتيف وضرب والكلام ده كلام مرفوض تماما تماما، وربنا ما امرش بيه ان شاء الله. طب معانا اتصال تاني برضو من ام محمد من الجيزه. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا حبيبتي. اهلا بيكي دكتور طارق، مع حضرتك. ازيك يا دكتور؟ الله يحفظك، اتفضلي. انا معايا ملك يا دكتور، سنه وثمان شهور بس، نرفزه شويه، بتعيط كتير، عايزه تتشال، يعني جايبه لها فتح للشهيه، بتاكل بالعافيه، حاجه زي كده. طيب سنه وثمان شهور لسه طفل صغير يحتاج الى. شكرا يا ام محمد، ربنا يحفظك. ام ملك. شكرا ام ملك. يا ام ملك، ربنا من القاهره. شكرا يا استاذه ساره. طفل سنه وثمان شهور لسه يعني صغير جدا ويحتاج، ما تشيليه. انا دايما اسال اي ام انت بتشتغلي ايه؟
انت بتشتغلي ام، ما تقوليليش بقى طبيبه، ما تقوليليش محاميه، معلمه، مدرسه، دي مهنه. طيب. انما شغلتك ام، انك ترعي الاولاد. انت خايفه انه يتعود على الشيل الكتير. لو هو ما عندوش مشاكل صحيه خلاص حطي له لعبه في الارض وحطي له حاجته ومره كده ومره كده، انما لو عنده احتياج وعنده توتر وعايز يتشال نشيله ونطبطب. ليه بقى؟ لان اللي كنت بقول لحضرتك عليه، الطفل بيحتاج في اليوم الواحد ل 28 حضن، من 20 ل 28 حضن، اللي هو بقى بنقول التواصل الجسدي مع الام بيوفر دعم نفسي شديد جدا جدا، وبيساعد الاطفال على ان هي تهضم كويس، الدم يمشي في العروق كويس، كل دم الغدد تفرز بسبب الاحضان. صح. الام اللي ما بتعرفش تحضن، ام عندها مشكله كبيره جدا جدا مع اولادها، واولادها عندهم احتياج هتتسال عنهم اليوم. يعني ده كله بيأثر على الطفل، حتى الحضن بتاع الام بيأثر على الطفل. ده الطفل لغايه 14 15 سنه، ولد او بنت، من 5 ل 10 احضان في اليوم. ده في الجامعه من مرتين لثلاثه في اليوم. لازم يبقى في تواصل جسدي بين الام واولادها وبين الاب واولاده. صح. الطبطبه. صح. ما كان لينه في شيء الا زانه، وما نزع لينه من شيء الا شان. في حديث خطير يا ابله ساره لازم اقوله لحضرتك عشان وقت البرنامج، ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يضرب الا شراركم. فاحنا مأمورين بان احنا نحسن معاملتنا لاولادنا ونكون قريبين جدا منهم يعني. طيب عايزين برضو كيفية تتكون شخصية الطفل. اكون شخصية الاطفال باني اعرف ان الاطفال انماط مختلفة وذكاءات مختلفة، فاساعد الطفل على اللي هو بيعرفه، ما اضغطش على الطفل في حاجة ربنا مش مقويها عنده قوي. في طفل عنده ذكاء لغوي بيتكلم كويس، ده انميه، بيحفظ قران بقى ويبقى قارئ ويبقى مذيع، يبقى دكتور في الجامعه، بيعرف يتكلم كويس، بيعبر عن نفسه، يبقى عضو مجلس شعب، يبقى حاجه كده مرموقه. طب في طفل عنده ذكاء رياضي منطقي بيشتغل مع الارقام والحسابات، انميها برضه. لازم مش احنا لسه كنا بنتكلم على الام تبقى مراقبه جيده لاولادها وتعرف قدراتهم عشان تنميها. طفل عنده ذكاء حركي، اللي بيشتكوا منه يقول لك طفل عنده حركه زياده ومجنن لي ومكسر لي البيت. طب دي بتنميها ازاي؟ يروح اكاديميه، يلعب كوره، يلعب كاراتيه، يلعب مصارعه، يلعب هاندبول، اي حاجه فيها نوع من انواع تفريغ الطاقه. وفي نفس الوقت بتفيده، يبقى محمد صلاح، يبقى كرم جابر، يبقى مايكل فيليبس بطل العالم في السباحه. كل دول للناس اللي عندهم بسبب امهم اللي عرفت تحطهم على الطريق السليم. يبقى تنميه قدرات الاولاد وتكوين شخصيتهم بتيجي من متابعتهم الجيده واختيار الحاجات اللي هم بينفعوا فيها. تمام. طيب دلوقتي برضو بيبقى في طفل انطوائي قاعد لوحده، خايف مني، ما بيقربليش، ازاي ابقى مصدر امان ليه؟ سؤالك خطير وانا بشكرك عليه، والله سؤال خطير. الام اللي ابنها يخاف منها، ام يعني لو قدامي دلوقتي كنت ذنبتها. يعني ايه انا طفلي يخاف مني وانا شجره الحنان وانا شجره الرحمه وانا الباب الوحيد اللي لازم لما الطفل يبقى عنده توتر يجي جري عليا عشان يتحمى فيا، انا الحمايه بعد ربنا ليه؟ تبقى مصدر خوف وقلق؟ لا، تراجع نفسها وتبطل بسرعه. ولازم الام تبقى في باب حوار بينها وفي وسيله تواصل بينها وبين اولادها عشان يحكوا لها ويطمنوا ليها ويبقوا جنبها. لازم الام تحن على اولادها وتبقى قريبه جدا منهم، ولو في ام بتعاقب اولادها عقاب بدني تبطل على الفور وتراجع نفسها، لانه ده مش من هدي النبي ولا من ولا في اي اسلوب من اساليب التربيه. يبقى ازاي هي اللي المفروض تحميه؟ ازاي هي مصدر الاذى ومصدر الخوف؟ لا، تراجع نفسها، لانه ده مش هيخرج لي طفل سهل. طيب عايزين بقى نقول سؤال الختمه علشان جينا نهايه الحلقه، عايزين نصايح للمربي. عندي ست حاجات بنصح كل حد دلوقتي يكتبهم او يحفظهم ورايا. ست حاجات يجب على كل مربي انه يمتنع عنهم تماما. واحد، النقد قاتل. اني انا انقد الطفل معناه ان انا ما بشوفش الطفل في اي حاجه حلوه، دايما شايف الجزء الفاضي بس، فالحساب الشديد ده بيخلي الطفل. طب ممكن اقول له ميزه مش فيه؟ لا، اقول له ميزه ينفع تبقى فيه، يا شاطر، يا بطل، يا قائد، يا شجاع، يا ممتاز. تمام. يا دكتور، ينفع تبقى فيه. تمام. مش انا ده هنا، دي مش مداهنه ولا كذب. المقارنه الاولاد مختلفين، انماط مختلفه وذكاءات متعدده مختلفه، ما فيش حد زي التاني. هي نفسها الام دي اللي بتقارنه باخوها، هي غير اختها، هي غير امها. المقارنه قاتله. ثلاثه، التجاهل. العقاب لازم يبقى وقته على قد المشكله، ما طولش في فتره العقاب قوي. تمام. التسرع، ان الولد عايز يكلمني عشان عنده طلب وهمي ونفسه مثلا حضن، فجاي يقول لي عايز اكل، ما اقولوش اجري خش كل او ابعد عني، لا، في طلب وهمي، فلازم اشعر بالطفل وابص في عينيه واقوم واخداه في حضني وابقى عارفه ان ده احتياج عنده. الحاجه الاخيره اللي هختم بيها مع حضرتك، اتيان المنهيات، اني انا امر اولادي بحاجه وانا بعملها. يا محمد يا محمد، قول له بابا نايم، الكذب. لا لا، لازم ابقى بوش واحد مش بوشين مع اولادي، ودي حاجات خطيره يجب على المربي انه يمتنع عنها تماما. تمام. شكرا جدا دكتور طارق، استشاري التربية وتعديل السلوك. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، والتقونا كل خميس في برنامج لقطات وزوايا الساعة 2. شكرا لكم، السلام عليكم. شكرا لك.